انا جيت سعيد بتواجد ديالي هنا في الدورة الثانية لمعرض الخشب بمدينة مكناس. مدينة مكناس اللي تعتبر من اهم المدن التاريخية في المغرب نظر التاريخ ديالها والبصمة ديالها، وحقيقة كان لاحظوا بأن مدينة مكناس فهي المنافس القوي لمدينة فاس، لأنه بجوج كانوا من قبل العاصمة ديال المغرب، الوحدة بالنسبة لمدينة فاس في عهد المولى إدريس دولة الأدارسة، والثانية مدينة مكناس في عهد الدولة العلوية ديال المولى إسماعيل. وإلا كان المولى إسماعيل اختار مدينة مكناس ما اختارش عن طريق الصدفة، ولكن كان عنده معطيات بأنها تكون العاصمة. وهذا المعرض أنا حقيقة جد سعيد بأنه ضرب واحد المستوى عالي، واكتشفت عدة أمور أنا اللي أعطتني واحد الفكرة. ومن أهم الأفكار اللي خديتها في هذا المعرض، لأنه هذا معرض وطني، ولكن اللي شد الانتباه ديالي بزاف هو واحد المتحف اللي شتو يعني متحف اللي فيه المنتوجات ديال الصناعه التقليديه اللي فيها مئات السنين، ويعني هذاك شيء رائع. ومن الان جاتني الفكره باش ان شاء الله حتى احنا غادي ننظموا هذا المتحف، غادي نحاولوا نربطوا الاتصال مع المسؤولين ومع الناس كاع اللي عندهم علاقه بالمنتوجات ديال الصناعه التقليديه وتاريخ قطاع الصناعه التقليديه اللي كاين عندنا في المنطقه الشرقيه، واللي كذلك هنا نكتشفوا بانه في هذاك المتحف يعني التسامح الديني كان في المغرب منذ القدم، حيث انا شفت واحد بعض الصور فيها صانعين تقليديين يهود ومغاربه يشتغلوا حل واحد بواحد بحال يعني بطريقه مندمجه ومنسجمه. وهنا عطتنا هذه الفكره بانه الحمد لله البلاد ديالنا الى قدرت تصمد لهاد السنين ديال يعني المده ديال 14 القرن ديال الدوله المغربيه، ما جايش من فراغ ولكن جاي بتلاحم ديال الملك والشعب اللي كنشوفوا فين ما مشينا، الا وكنشوفوا بان المغرب فهو نموذج ديال التلاحم، نموذج ديال التسير. وإلا كانت الفطرة اللي المغفور لها محمد الخامس القولة الشهيرة النهار اللي استقلينا، قال الآن ننتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من بعد منه جاء الحسن الثاني الله يرحمه، وكان يعني ملك الباني ديال الدولة المغربية الحديثة. ومن بعد الآن كنشوف واحد الملك الشهم وهما اللي هو محمد السادس الله ينصرو، بالحكمة ديالو التبصر ديالو استطاع أنه يوضع البصمة ديالو في جميع المحطات، وأصبح المغرب نموذجا في التسيير ديال اللبقة وديال يعني إلا قلنا الآن شهر أكتوبر كيذكرني بواحد الاحتفال بواحد العيد عالمي، يوم عالمي ديال السلم ولا عنف، واللي كان يعني هذا بالمناسبة ديال المناضل مانديلا اللي يعني النهار اللي تم اغتيال ديالو في 30 يناير باش يجازيوه، لأنه هو كان دائما يمشي للسلم والسلام، وهذا هو التوجه ديال سيدنا الله ينصرو. اقترحوا بانه اليوم العالمي ديال السلم ولا عنف كيكون في جوج من شهر اكتوبر، وحنا في شهر اكتوبر والملك ديالنا رجل ديال السلم والسلام، ونتمنى بالله عز وجل ان هذه البلاد يحفظها مولانا بجميع الافات. والحمد لله الحمد لله، وهذه المناسبه اللي كندير لكم هذا التصريح اليوم غادي يلعب الفريق الوطني، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله ويفوز ويمثلنا ان شاء الله في كاس العالم المقبل في روسيا. السلام عليكم. إذا أنا بالنسبة لي الساكنة ديال مدينة مكناس تربطني معهم علاقة عائلية وأخوية، اللي احنا ملي كنا صغار كنا نلعبوا كرة القدم، وعندي أصدقاء في كرة القدم، وكان اللي كان عندنا الرابط ما بيننا وبين مدينة مكناس هو لاعب دولي سابق اللي هو حسن بوسلهام، وكنا كنجيو نلعبوا هنا في مقابلات غير رسمية في الأحياء، كنا عاد صغار في الأحياء. وهنا نستحضر المرحوم سرديلا يعني اللي هو الصديق ديالنا وحبيب، وكلينا عنده في الدار وشربنا. اذا الحمد لله، علاش قلت لكم المغرب بلاد ديال الجميع ديال المغاربه كلهم من شماله الى مغرب، ما عندناش قبليه ما عندناش تفرقه، مغرب موحد
يعني بكل الشرائح ديالو، سواء امازيغ سواء عرب سواء الاقاليم الجنوبيه، كلنا مغرب واحد، وهذا هو الميزه ديال بلادنا. ونتمنى لها التوفيق ونتمنى الصحه والعافيه سيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.